الكارثة الإنسانية في سوريا يبدو أنها تركت آثارها على العقوبات المفروضة على دمشق. فواشنطن راعية تلك العقوبات سارعت إلى تعليق بعض القيود من أجل السماح بوصول المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الكبير. يا شباب بلعتكم يا شباب. رخصة أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية تسمح لمدة 180 يوماً بعمليات الإغاثة في سوريا والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات. وذهبت واشنطن أبعد من ذلك إذ أعلنت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا وسوريا بقيمة 85 مليون دولار تشمل الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين حديثا، إلى جانب إمدادات لمساعدة العائلات على مواجهة البرد وغيرها. عاد عن التوجه الدولي لمساعدة دمشق، تحولت الأخيرة إلى قبلة لكثير من مسؤولي المنظمات الإنسانية الدولية، على رأسهم مدير منظمة الصحة العالمية الذي أعلن أنه يزور دمشق لبحث تداعيات الكارثة مع مسؤولين سوريين، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. أما دمشق فتطالب بمساعدتها لتجاوز الأزمة وإمدادها بما يلزم لمواجهة آثار الكارثة الإنسانية. تدعو وزارة الصحة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون في مواجهة الكارثة الإنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية. وعد عن جهود الإنقاذ، أعلنت الحكومة السورية الأراضي المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب من الزلزال مناطق منكوبة، خطوة تأتي بعدما وضعت دمشق في وقت سابق خطة تحرك طارئة تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرق ميدانية على الأرض.